بتعملي ايه هنا يا ياسمين؟ قمت اشرب والازاز وقع بعدين مو. انا اسفه والله العظيم، انا اسفه يا استاذه، ما كنتش اقصد. انا اسفه، انا اسفه. حصل خير، حصل خير. ازاي كنت هعمل كده؟ ازاي وافقت ووديت البنات دول؟ ازاي عملت كده؟ انا المفروض عليا اني اساعد الناس، مش اضيعهم اكتر. وبعدين يا نور، انت انتصرتي لمبادئك، مش المفروض تكوني قاسيه على نفسك بالشكل ده. انت كنت خايفه ومرعوبه ومش عارفه تعملي ايه. هو اقرب الناس ليكي، طبيعي انك تثقي فيه عشان يخرجني. طب هعمل ايه دلوقتي؟ هروح لمين؟ هحكي لمين؟ مين هيساعدني يقف جنبي في اللي انا فيه ده؟ خايفه من ايه؟ الدنيا هاديه اهي ومفيش اي حاجه. انت انقذت بنت غلبانه ولسه هتساعديها؟ هي اللي انقذتني. الحمد لله، سترني يا أمي حتى وانتي مش موجودة.